هذه والله شو سوي. المهم السلام عليكم، اهلا فيكم في مشكلة جديدة. الايوس 13 النسخة التجريبية الثالثة توي نزلت تقريبا قبل 4 ساعات. رحت الكافي سويت الفيديو لها اللي سويت لكم بلايباد، سويت الاخراج ورفعته، طبعا ما نزل لكم للحين، لكن طلعت من الكافي توهقت بالجوال، كان اكلم واحد من الشباب علق، اكلمه اسمعه بس ما اشوفه، طلعت من برنامج برجع افتح البرنامج المرضي يفتح، سويت حركة اني فورس شتداون لحق الجهاز، ما براضي يسوي فورس شتداون، يعني اعرف الحركات من زمان من اول ايفون، تضغط هنا بعدين تضغط 10 ثواني بعدين ترفع صبعك وتدخله في السيف مود، ركبته في الكمبيوتر، يعني اسف استخدمت الكمبيوتر في الفترة، ركبته في الايتونز ابي ادخله في الوضع الاقماء او وضع ما ادري يسمونه، ما براضي يسوي شيء الجهاز. حدي الشيء الوحيد اللي اقدر اسويه اني اطفي الشاشة، طيب ارجع افتح الشاشة بس مثل ما اشوف، بس هذا اللي اقدر، اي برنامج ما يفتح ادخل، ما بوريكم الحين كل الاشياء اللي سويتها. اوكي ما ابي اقطع اي شيء في الفيديو علشان ما حد يقول سويت اخراج وسويت حركه مثلا وكنسلت لكم شيء وحذفت شيء من الفيديو مثل ما اشوف. ضغط اوكي 1 2، الاصل الحين كان خلاص يطلع لي اول شيء الشريط اللي اضغطها من هنا اسحبها ويطفي الجهاز، ما برضى يطلع لي مثل ما اشوف. اوكي كلم سيري مثلا خليه تفتح السيتنج مثلا، اوبن سيتنج، اوكي جست ا مومنت، هذا بتفتح حق السيتنج. الانترنت يجي للجهاز، رساله تجيني في الساعه، تجيني مكالمه تجيني على الساعه مثل ما نشوف. ما براضي يستوعب في اي شيء، مع انه كان اصلا سوى ذا الحركه. انا اعد لكم اشياء كنت سويتها اصلا. I'm having trouble with the connection. اوكي الكونكشن Please try again in a moment. طيب اطلع، ما براضي يطلع. اوكي اشتغل؟ لا نطفي الشبكه وارجع افتحها. افتح برامج اللي من هنا مثلا، اوكي الفلاش يشتغل من هنا. البرنامج ما يفتح، الحاسبه ما تفتح، اضغط مثلا هنا افتح الحاسبه من هنا ما تفتح، الكاميرا تيك سيلفي علق، اوكي طلع، اضغط من هنا 3D تاتش تيك سيلفي. بس اوريكم الحين كل الاشياء، ترى والله سويت كل شيء، ما قلت لكم ركبته الكمبيوتر. الخيار الوحيد اللي عندي الحين اسويه اني انتظر لين تفضي الشبكه، تفضي البطاريه كلها واحطها في الشاحن، لان فضت البطاريه اجباري راح يطفي، هذا الخيار الوحيد. سويت كل شيء، ركبته في الكمبيوتر ما بدي يتعرف، ابي ادخله في وضع الريكفري مود عشان يتعرف على ايتونز واسوي له فورمات، انا خلاص بسوي له فورمات قلت، ما براضي يسوي ذا الشيء. كل الاشياء مثلا اوكي دخلنا هنا، كنت اكلم واحد من الشباب فتحه ما يفتح، رسائل ما يفتح، كلم سيري اوكي شغلناها مره ثانيه، اوبن سيتنج اتوقع الحين بيشتغل انترنت مره ثانيه برضو. Just a sec. نفس المشكله، ما ادري السالفه. اوكي اشيل الشريحه وارجع احطها، خل اجيب مدخل الشريحه اشيله وارجع اركبه اشوف. طيب اشيل الشريحه نشوف، شلنا الشريحة اوكي شغل الشريحة الثانية موجودة اوكي عادي اللي هي الإسم، رجع طبعا لحد يقول لي اوه هذا مشكلة، انا عارف انه مشكلة لا يؤس للنسخة التجريبية اللي عندي، النسخة التجريبية الثالثة توها نازلة ولا طلعت لي ذا المشكلة، ان شاء الله ابل تنزل نسخة ثانية تعدلها، لكن شو المشاكل دي. انا بعلمكم بس انه لحد يحدث حق نسخة تجريبية، حتى نسخة تجريبية العامة لحد يحدث، بليز لا تتوهقون. هذا الكثير التحذيرات اللي اقول لكم اياها طبيت فيها مثل ما تشوفون، انا عادي معلوماتي كلها في باك اب، يعني اي شيء يصير في الجهاز عادي، الحين اقدر امسك اي جوال ثاني، اقدر ارجع حق الايفون 7 ارجع اي جوال افتحه الحين واحط الباك اب حقي واستخدم جهاز طبيعي واترك ذي يولي عادي، يومين ثلاثة ايام اروح محل ابل اعطيهم الجهاز يعطوني جهاز جديد ويسوون لي اي شيء، ما بخسران شيء انا اوكي. الجهاز هاردوير اللي الان موجود عندي،
مشكلة صارت في الجهاز، طفى، صار في أي شيء، أقدر أروح حق أبل يعني تشوفون حل. فبس أعلمكم أن الجهاز، خلوا جهازكم على السوفتوير اللي موجود عندكم بدون نسخة تجريبية بدون شيء، إذا كنت تبي تستخدم جهازك استخدام طبيعي. أما إذا تبي تلعب في الجهاز مثل اللعب اللي صار عندي الحين، شوفوا كيف. Sorry, I'm still not sure about that. Open setting. Okay. مثل ما تشوفون. One moment. ما راح يفتح، ما راح يفتح، ما راح يسوي أي شيء. دخلنا في أوكي، صور الشاشة بس ما يفتح الصورة. Please try again. الجهاز أوكي، ضغطنا مرة ثانية نسوي لكم إياها، هذه فوق 20 مرة الحين سويتها. أبي يخش بس في الديف مود، ما برضي يخش، أو في الريكفري مود ما برضي يخش. خلاص الجهاز لازم أتركه الحين لين يفضي ونشوف. ما في حل ثاني، ننتظر معاكم ونشوف. أول مرة أسمع عن هذه الحركة، شو اسمها هذه؟ AT&T Wi-Fi LTE، هذا حركة جديدة في النسخة التجريبية شكلها. هذا مشاكل طبعا من النسخة. فنكمل معاكم مثل ما قلت لكم، أترك الجهاز الحين لين يطفي. طبعا حمل الجهاز، وهذا برضو البطارية هي خربانة بتخترب أكثر. أترك معاكم الجهاز كذا لين يطفي. مثل ما نشوف الحين وصل الباتري 20%. نجرب طريقة ثانية، مثلا أدق عليه. أوكي نشوف عند الرقم، نشوف مكالمة الحين. مكالمة وصلت بس ما يطلع أي شيء هنا، هو قاعد يرن هنا. كيف أعرف إنه وصلت؟ لأنه جاء جيلي في الساعة. لما أشوف مكالمة جاية في الساعة لكن هنا ما تجيني، والرقم موجود هنا. مكالمة تجيني في الساعة بس ما تجيني هنا، تجيني في الأيباد برضو. جاتي مثل ما أشوف، جاتني مكالمة رد عليها بالنهاية. كيف أدق؟ دق، أسمع السبيكر شغال أو الصوت من فوق شغال، حلو يعني أقدر أرن. بس أرد أشوف، أوكي رديت. ألو؟ ألو؟ يطلع الصوت يعني، نكتم الصوت يوصل هنا، أقدر أسمع. طيب مكالمة شغالة الحين مثل ما نشوف، هذا مكالمة عادية ما في ستايم ولا شيء. استنى زين، في خيار ثاني اقدر اسويه، اتوقع ان يفتح. انا احيانا الجلتش يصير زي كذا ويفتح لك. اوكي ما اتوقع في حل. اوكي خلينا نجرب ندق من هنا على طول. شوف كول كواجا. اوكي Calling Fatima Al-Khalja, home. The gate. Yiran. بس ما اقدر اسوي شيء. بس كذا. يعني ما ادري هل ان مشبوك على الساعة، يعني لو اترك الساعة، نجرب نطفي الساعة. طفي الساعة الحين، طفيناها كامل. اوكي نجرب الحين ندق، شوف المكالمة تجي ولا ما تجي. طيب يعتبر جات المكالمة الحين، لكن ما راح اقدر اسوي شيء لان قبل شوي يوم جات المكالمة شفتها على الساعة. الحين هنا يعني لو يخلص الحين بتجي المكالمة لما يرد عليه من ما يشوف، بس ما اقدر ارن. اوه قام يرن، احس فيه. خلاص ما في حل، حل نتركه. اتوقع كل اللي في راسي سويته، كل الحلول طلعتها، ما في الا نتركه وان شاء الله يشتغل. ان شاء الله يشتغل، بخلي الفيديو يعني معاكم نشوف كل الحلول. تدرون لو ان عندي زر الدائرة اللي مطلعه، يعني نشوف الايباد، ما ادري ايش يسمونها بس ان دي الدائرة دي شفتوها، اتوقع ان في خيار اني اطفي واشغله، لكن المشكله ما عندي هنا. هذا طبعا حل فكرت فيه، ما ادري هل راح يفيد ولا ما راح يفيد برضو، لكن خلى بس الساعه على صوت حد دق علي ولا جاتي رساله. الشيء الحلو ان الساعه حقتي يعني فيها شريحه، فاقدر استخدمها بدون الجوال، فلو تجيني مكالمه او شيء اقدر ارد عليها من هنا واشوفه واكلم اي شخص، ما يحتاج اني استخدم الجوال. اوكي نكمل معاكم.
ننتظر راح نوصل 17. حلو خلي كذا الاضاءه العاليه نكمل. طبعا المشكله ان جهاز ساخن حط له شيء بارد. نرجع معاكم بعد نص ساعه او شيء نشوف ان شاء الله. لا لا اوفر يعني ساعه دور الساعه الحين دور الساعه. اوكي ارجع ارجع بتخرج من السري. يعني ما بس لا يو 13 النسخة التجريبية الثالثة, حتى الواتش او 6 النسخة التجريبية الثالثة ان شاء الله ما يجي دور الحق الايباد برضو. لا اوكي اشتغلت اشتغلت الحين صار كويس. فتحت فتحت حلو. ثاني النسخ كلها اللي موجودة الحين اتوقع فيها مشاكل. 7% ننتظر. اوكي اخيرا طفى. طيب الحين نجرب نشغل على حتى العلامة ما راضي تطلع عندي. ما ادري ايوه طلعت العلامه مثل ما نشوف. اوه فاذا بيرجعوها العلامه حطوا اللايتنينج هنا في النسخه التجريبيه الثانيه حطوا يو اس بي سي احنا نرجعها لايتنينج. حلو نجرب الحين نركبه ان شاء الله يشحن. علامه شحن اوكي طلعت علامه شحن. ننتظر الحين يشتغل ونشوف. ما ودي يشتغل الحين. اوكي اخيرا ان شاء الله عاد يشتغل ان شاء الله ما يعلق على التفاحه كذا. حلو 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 اشتغل. حلو نشوف اشتغل السيتم. حلو حلو الحمد لله فتح. راح اخش الاعدادات بدايه عام راح ارجع ضبط المصنع اشوف يمكن مشاكل في نفس السوفت وير. بعدها بجرب الجهاز معاكم بستخدمه وان شاء الله ما يصير اللي صار. لان اتخيل انا لان كنت برا وكنت اكلم واحد من الشباب وكنت يعني جبت العيد. فبس هذا اللي كنت بقول لكم من المشكله اللي صارت عندي. ان شاء الله ما تصير حق الاشخاص المحدثين حق سوفتير الايو 13 البيتا الثالث. اللي ما صار له الشيء فانت محظوظ, واللي صار له فهذا طريقه او انك تفرمته اذا ما قدرت تفرمته ود الضمان. واللي ما صار له وعنده النسخه الثالثه لا يجي لي يعلق لي تحت يقول لي اوه لا انت كلامكم صحيح انا ما قلت لك ما قلت لك كلام انا وريتك فعل. اوكي يجي لي يعني اسوي لك احيان فيديو اقول لهم انه في مشاكل في السوفتوير يجي الواحد يقول لا كلامك غير صحيح كلامك انا اوريك. اوكي انا يعني عيونك تشوف انت ما سمعت تشوف. اوكي بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.